وللوقوف على آخر مستجدات الأوضاع في حمص ينضم إلينا من حي الوعر المحاصر المتحدث باسم مركز حمص الإعلامي الناشط محمد السباعي. أهلا بك محمد، بداية صف لنا شهاداتك على القصف الحاصل والأوضاع في حي الوعر المحاصر. محمد، في الحقيقة مجزرة قاسية شهدها حي الوعر المحاصر في مدينة حمص. قوات النظام بدأت بقصف المنازل السكنية داخل حي الوعر، بداية بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة، ثم صعدت بقذائف من صاروخية من نوع أرض، استهدفت حي الوعر بشكل مباشر. ما أن استمر هذا الإجرام حتى الطيران الحربي اللي ينفذ عدة غارات جوية استهدفت المنازل السكنية، استهدفت مركز الدفاع المدني السوري داخل حي الوعر إلى خروجها عن الخدمة بشكل كامل، كما أيضا أصيب أحد مسعفي الدفاع المدني بشظايا في الرأس نتيجة تلك الغارات الجوية التي استهدفت الأحياء السكنية داخل حي الوعر. حقيقة أعداد الشهداء ارتفعت إلى ما يقارب 12 شهيدا منذ يوم أمس وحتى هذه اللحظة، وعدد الشهداء قابل للازدياد نتيجة أعداد الجرحى الكبير داخل حي الوعر. في الحقيقة عزيزي الكريم هناك أعداد كبيرة من الجرحى، طبعا داخل المشافي الميدانية اضطروا الأطباء إلى بتر أطرافهم كيف هو بسبب الوضع الطبي داخل الحي المحاصر؟ يعني أنت تتحدث عن أعداد كثيرة من الجرحى، كيف هو الوضع الطبي والخدمات الطبية والأدوية؟ هل هي متوفرة؟ المعدات الطبية اللازمة لإجراء عمليات ربما؟ في الحقيقة عزيزي الكريم في حي الوعر يبقى مشفى وحيد فقط يعمل داخل الحي بإمكانيات محدودة جدا وبسيطة جدا إثر الحصار الخانق المفروض علينا من قبل قوات النظام. هذا المشفى الوحيد يواجه صعوبة بالغة في مداواة الجرحى، أعداد كبيرة من الجرحى تصل إلى المشافي الميدانية، فالمشفى لا يستطيع أن يستقبل أعداد كبيرة ولا يستطيع أن يستوعب أعداد كبيرة من الجرحى نسبة لضيق مساحته، وأيضا قسم من المشفى لا يعمل بسبب قصفه عدة مرات من قبل قوات النظام. فالأطباء داخل حي الوعر يواجهون نقص حاد بجميع أنواع الأدوية والمعدات الطبية الجراحية، هناك عدد كبير من الأطفال بترت أطرافهم بسبب طبعا قلة الدواء، بسبب هنالك عدم توفر أطباء اختصاصيين داخل حي الوعر من الجراحين وغيرها من المواد. في الحقيقة في حي الوعر يشهد كارثة، حي الوعر يشهد كارثة إنسانية حقيقية في هذه الأيام. إن استمر هذا الحصار فستتفاقم معاناة الكارثة الإنسانيين، الإنسانية داخل حي الوعر. معاناة المدنيين، نعم، فستتفاقم معاناة المدنيين داخل طيب. الحي. طيب بالنسبة للمدنيين، يعني أحد أعضاء لجنة التفاوض عن الحي صرح بأن أسباب التصعيد سياسية ومتعلقة بمؤتمر جنيف، هل هذا دقيق أم أن استهداف مناطق سيطرة النظام تتسبب بذلك؟ يعني استهداف سيطرة النظام تتسبب بردة فعل على الحي؟ في الحقيقة عزيزي الكريم لم يكن هنالك أي عملية لاستهداف المناطق سيطرة قوات النظام. اليوم عندما استهدف النظام حي الوعر كان هنالك هدوء يشمل حي الوعر، لم يكن هنالك أي تصعيد عسكري مسبق أو أي اجتماعات تطرأ النظام إلى تهديد حي الوعر بالقصف أو عودة القصف مجددا إلى حي الوعر. القصف أتى إلى حي الوعر بشكل مفاجئ ونحن لا نعلم طبعا ما يريده النظام من هذا الأمر، هل يريد هو كسب أو تحقيق مكاسب سياسية قبل اجتماع جنيف، أو هناك طبعا مشروع لإكمال مسيرة التهجير التي يمارسها بحق أبناء الشعب حصل في مناطق حمص القديمة ودارية ووادي بردة منذ أسابيع قليلة. قوات النظام لا نعلم ما هو طبعا ما تخبئ لأبناء حي الوعر، هل تريد تهجير حي الوعر بشكل كامل من الحي باتجاه مناطق أخرى في سوريا إلى مدينة إدلب أو إلى ريف حمص الشمالي طبعا، أو إلى من أجل تحقيق المزيد من المكاسب قبل اجتماع جنيف. لم يكن هنالك أي تصعيد عسكري من قبل الثوار المتواجدين إن كانوا في حي الوعر أو في ريف حمص الشمالي على أماكن سيطرة قوات النظام. التصعيد أتى إلى حي الوعر بشكل مفاجئ، أتى بداية بقصف المدفعية الثقيلة ثم بالرشاشات الثقيلة وحتى أيضا بالغارات الجوية وصواريخ من نوع عرض أرض. طيب، ليس بعيدا عن حي الوعر ريف حمص الشمالي، ماذا لديك من تفاصيل عن القصف على ريف حمص الشمالي وخاصة فيما يخص مدينة الرستن؟
في الحقيقة عزيزي الكريم لم يكن حال الوضع الإنساني في ريف حمص الشمالي أو الوضع الميداني في الريف الحمصي ببعيد عن حي الوعر. هنالك أيضا عدة غارات جوية استهدفت المنازل السكنية، استهدفت الأحياء السكنية في الرستم، في الحولة، في عديد من القرى، في عديد من المدن والقرى والبلدات الريفية. غارات جوية لا تهدأ أيضا على الريف الحمصي، وسط ايضا انقطاع ابسط مقومات الحياه عليهم بسبب الحصار ايضا المفروض عليهم من جميع الاتجاهات. في الحقيقه ايضا المشافي الميدانيه داخل الريف الحمصي تعاني من نقص حاد جدا بجميع انواع الادويه، نعم بجميع انواع المواد الاسعافيه الضروريه واللازمه، وخصوصا اكياس الدم نعم التي تفتقر اليها النقاط الطبيه والمشافي الميدانيه في الريف الحمصي. يعني ليس الوضع في الريف الشمالي بأحسن حال من الوضع داخل حي الوعر المحاصر. من حي الوعر المحاصر المتحدث باسم مركز حمص الإعلامي الناشط محمد السباعي، شكرا جزيلا لك.